دي برضو كانت في اعتقد بطوله ده في استاد القاهره. الافريقيه، في البطوله الافريقيه في استاد ده في استاد القاهره. القاهره ما شاء الله. شفت زمان كانت الموسيقى العسكريه طبعا طبعا كان بيجي رجال من قوات مسلحه يحضروا المباريات استاد القاهره، ده القوميه. حاجه عظيمه. طالما اتكلمت على استاد القاهره اسمح لي بس اقول حاجه عن استاد القاهره. اتفضل. احنا كفيوتشر بنتدرب في استاد القاهره. تمام. مع الوزير اشرف صبحي النهارده كان فاتح ابواب استاد القاهره، تكلف رئيس هيئه استاد القاهره الاستاذ وليد عبد الوهاب يفتح استاد القاهره النهارده لفتح الابواب ومشاركه النشاط الرياضي. تمام. دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اشيد بيها للاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس الهيئه الجديد، بصراحه بامانه الراجل ده عامل شغل انا بشوفه يوم عن يوم في تطور غير عادي. صحيح. بدا بملعب الهوكي، بدا بالملاعب الاخرى، كل المنشات فيها رفع كفاءه، في بيعملوا مثلا على سبيل المثال مول ضخم جدا جنب المحطه الجديده. دي جديده. دي طبعا. حاجه كده عند مدخل حمام السباحه. حاجه لا ملعب الفرعيه حدث ولا حرج. النهارده كان بيتمرن الطاقم التونسي اللي هيدير مباراه فيوتشر، ثم بالساعه 9 كان فريق بول جينجا الاوغندي كان هيتمرن. شايف مني على الجمهور الاهم. لا انا هيحضر شويه، هيحضر شويه، هيحضر شويه، يعني الابواب مفتوحه عشان بس الناس. حبيب بس اشكر وليد عبد الوهاب على الجهد الكبير اللي بيعمله بصراحه. وبكره ان شاء الله مباراه فيوتشر الساعه 9 على الصبح. ربنا يوفقهم ان شاء الله في اول يعني دور بقى ده.